أختم محمود سؤالك الثالث. نقيت السؤال الثالث، أحد الأخوات تسأل إن هم كانوا 3 بنات وأخ، ماتت الأم وتركت الذهب، الذهب أخذته أختان، الأخت الثالثة كانت مديونة لأمها، فعشان كده أقولها لا أنت مش ليكي في الذهب، وأخذته الأختان ودون الأخ ما أخذش منهم، الأختان بقى أخذوا ووزعوه على نفسهم، كل واحد أخذت النصف وصرفوه في البيت بتاعهم كانوا متزوجين. دلوقتي الأخت اللي كانت مدينة للأم قالت خلاص ما فيهاش مشكلة ما تكلمتش، أما الأخ أحيانا يقول أنا سامحتكم، وأحيانا يقول لا أنا كان لي حق في هذا الذهب. فهم الكلام ده حصل من سنوات كتيرة فاتت، فهم بيقولوا ماذا نفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب. طيب أختم محمود، لماذا لم يتم توزيع الذهب بناء على التوزيع الشرعي يعني؟ لا هم كان دي حاجات من فترة، وكان المعروف والسائد ان البنات هم اللي بياخدوا الذهب، فلذلك هم اللي اخدوا الذهب وقسموه على انفسهم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أختم محمود. دكتورنا، لو كان العرف مثلا ان الذهب الأم المتوفاة بيذهب للبنات ثم الابن الذكر احيانا يقبل هذا واحيانا يرفض هذا، ما العمل؟ العمل اذا كانت اختنا ام محمود زي الله لا زالت معنا على الخط، وللجميع الذي يشاهد الحلقه الان او يسمعها او يشاهدها مسجله، العرف هذا عرف فاسد لا يقبل ولا يعمل به مع الشرع، يلجا للعرف عندما لا يوجد شرع. والقاعده الشرعيه لك في هذا مع النص، في نص عندي بيقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه كثر، نصيب مفروضه. العرف لا 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 يحتكم اليه مع وجود نص شرعي، دي نقطه مهمه جدا. العرف يلجا اليه لما يكون ما فيش نص شرعي، ما فيش حكم فقهي، ما فيش حكم يعني بدليل من الوحيين من القران والسنه، يبقى يلجا للعرف. لكن في نص قراني الله ورسوله احق ان يرضوه، اتبعوا ما انزل لكم من ربكم، اتبعوا ما انزل لكم من ربكم. يعني فلذلك مسألة أن العرف جاري أن البنات بياخذوا الذهب، هذا عرف عفوا المفروض الله تعالى يقول ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا، للرجال نصيب مما ترك مما ترك، مما دي اسم موصول بمعنى الذي، وهو من صيغ العموم، يعني كل تركه الوالدين، يعني عقار، أموال نقدية، أموال ثابتة، أموال منقولة، كله مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعدين هذا النصيب حددته الآية 11 و12 في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمفروض أن الذهب ده يعني إيه يتم تقييمه وينظر لبقية ما تركته الوالدة، ينظر ويتم تقييمه كله ويوزع عليهم حسب توزيع ربنا الذي استأثر به من فوق 7 سماوات. نعم.